إنقاذ حياة الناس ليس جريمة، لذا نطلب منكم أن تنضموا لنا، فنحن مع كثيرين اليوم للاستمرار في إيصال هذه الرسالة. إنقاذ حياة الناس ليس جريمة، لذا نطلب منكم أن تنضموا لنا، فنحن مع كثيرين اليوم للاستمرار في إيصال هذه الرسالة. مرحبا جميعا، أنا مارتا، وهذه أول مرة أنضم فيها لاحتجاج في إيطاليا مع ابنتي ألبا. وصلنا أنكونا للتو في ساحة بالبيشيتو، حيث يجتمع الكثير من الناس للاحتجاج والمطالبة بإطلاق سراح كارولا راكت. كارولا راكت هي قبطانة سفينة سي واتش 3، وقد تم القبض عليها ليلة الجمعة والسبت في أواخر يونيو. تم اتهامها بالإرساء دون إذن في ميناء لامبيدوسا، وعلى متن سفينتها 43 مهاجرا. لماذا فعلت شيئا جيدا؟ نحن هنا اليوم لأنه من المهم إيجاد حل سلمي وديمقراطي لمشكلة سي واتش 3 التي انتهت باعتقال قبطانتها، ولأنها اللحظة المناسبة لإظهار أن جزءا من هذا البلد لا يؤمن بالاستغلال من قبل المهاجرين، كما تحاول الحكومة أن تظهر ذلك. انتهى الاحتجاج. أنا سعيدة لأنني انضممت وقابلت نشطاء ملتزمين بالدفاع عن القيم التي يؤمنون بها. أنا سعيدة لأنني انضممت معها حتى وإن كانت لن تتذكر هذا اليوم. أتمنى أنه حين ترى هذا الفيديو في المستقبل ستكون قد وجدت نفسها في عالم قد حل الكثير من المشاكل التي نتحدث عنها اليوم بطريقة مختلفة وبشكل أفضل لنا جميعاً. Siano cambiate, siano diverse e soprattutto migliori per tutti.